لقيت مشهور يسولف مع الجن، وأتوقع أغلبكم تعرفون هذا المشهور، ولكن الغريب أن هذا المشهور له أكثر من موقف مع الجن. شفت فيديو له طير عقلي بكل صراحة. أبوريكم فيديو له هذا المشهور وهو جالس يتكلم مع جني، يقول إذا تبي أطلع من الشقة سو أي شيء، يقصد الجني، وركزوا وش اللي صار. شوفوا الفيديو. شوف آخر شيء، إذا أنت متضايق مني تباني أطلع من الشقة سو أي شيء بس عشاني أطلع. ردت فعله به برود، وهذا الشيء شككا ان الفيديو تمثيل، والدليل الاشد على ان الفيديو ممكن تمثيل انه مركز الكاميرا على الجهة اللي طاحت بالقارورة. في شيء لازم تعرفونه، تروا الجن سبحان الله مثلنا بالضبط، مكلفين بالعبادة، وفي منهم العاصي والمؤذي، وفي منهم اللي يطيع الله، ومراتب في منهم ملوك من الجن، وفي خدم من الجن، وفي جنيات، وفيها أطفال جن وقبائل لا متناهية. ولكن أسوأ شيء ممكن يصير لك هو أنك تعيش بمنزل فيه جن عاصين، أو تجلس بمكان فيه جن مؤذين. وعلى فكرة تروا مو بس البشر اللي يخافون من الجن، تروا فيه جن يخافون من البشر، خاصة إذا كنت رجل دين أو إيمانك بالله قوي، أنت كذا تخوف الجن المؤذين. مو هذا موضوعنا، كلامي هذا يبيله حلقة كاملة. نرجع لصلب موضوعنا اللي ما لقينا له تفسير إلى الحين. صاحبنا المشهور نزل فيديو ثاني بنفس الشقة، وكان الظاهر أنه ناوي يثبت المتابعينه أن الشقة مسكونة، ولكن بعد الفيديو هذا تأكدت أنه كان يمزح أو يمثل وحب يخرع متابعينه أو يلطف جوهم. شوفوا الفيديو. برقد في بعض المتابعين هون يقولون هالجني يبقى شتاو. يا جني إذا تبقى شتاو تقول أي شيء، يقول هي أبا. جد أشكره من قلبي على الأكشن اللي هو جالس يسويه بسناب، كل هذا ممكن عشان يحرك جمهوره، حركته ذكية جدا، وهو حب يوضح أن كل هذا تمثيل لأنه كان مركز وموجه الكاميرا على الكيس. وأصلا لو كان هذا شيء حقيقي إن في جني معه بالشقة وطيح الكيس، صدقوني ما راح يكون عنده وقت إنه ينزل الفيديو بسناب أصلا. السلام عليكم، الله يسعد اوقاتكم كل خير. لابد تعرفون ان باقي على رمضان ايام قليلة، معلومة جديدة لكم، فضل كبير من بعد الله يلي تسوون لي ميشن بالتيك توك على المقاطع الغريبة. اليوم باخذ اغرب الفيديوهات اللي وصلتنا وبوريكم اياها. اسعدوني باللايك، ما عليكم امر يا مشتركين، ويا الجدد لا تنسون تشتركون اذا كنتم محبين للغرائب. انا حبيبكم بالله بيبسي، وخلونا مع الفيديو. ثانيا أبوريكم فيديو الطفل كان راح يغرق بالمسبح لولا الله ثم أبوه. أخت الطفل أو أم الطفل كانت تصور، حدث شيء بالصدفة مرعب جدا. لكن أبي أقول لكم شيء قبل لا أوريكم الفيديو، معلومة مهمة لأي شخص. الله سبحانه وتعالى خلق الجن بأنواع، مثل الله ما خلقنا يا البشر بأشكال وألوان وأحجام. أنواع الجن كثيرة، الجن الضوئي، الجن القمري، الجن الناري، الجن المائي والترابي والهوائي. لكن أبي أخرعكم شوي وأتكلم لكم عن أهم أنواع الجن. نبدأ بالجن الضوئيين. الجن الضوئيين وهذا النوع هو مختص بالمسلمين فقط، كلهم مسلمين، أعمارهم سبحان الله بالآلاف تاس، وهم الضوئيين سبحان الله اللي حضروا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام الإسلام، وهم من أقوى أنواع الجن على الإطلاق، والله سبحانه وتعالى أكرمهم بإيمان راسخ، وهم إمراء وملوك الجن، لكن أعدادهم قليلة جدا، ويقدر الجني الضوئي الواحد إنه يقتل 100 شيطان بضربة واحدة، ويمتازون هذولا الجن الضوئيين بالسرعة والقوة والحكمة، وهم أكثر نوع يشبه للإنسان بالشكل سبحان الله، ولكن بخواص مختلفة والله أعلم. نيجي للنوع الثاني وهم الجن القمريين، وهم أغلبهم مسلمين، وما يتزوجون من أي نوع ثاني غير الضوئيين اللي تكلمنا عنهم قبل شوي، ولكن مشكلة القمريين انهم يسكنون ويعشقون القطط. النوع الثالث الجن الناري، وهم اصل الجن. الجن الناري هم اصل الجن، ومنهم ابليس واتباعه وعياله، ومنهم العفاريت والمارد كفانا الله شرهم. اشكالهم دايم غريبة، في منهم له عين واحدة، وفي منهم له 44 عين، وفي منهم له 6 يدين، اشكالهم مرعبة جدا. اخر نوع راح اذكره وهم الجن المائيون، وهم من يسكنون بالماء سبحان الله، ذكرهم الله سبحانه بالقرآن بصورة صاد للي حاب يبحث بآية 37. وهذولا المائيون هم أطباء الجن، وأكيد بهم العاصي والمطيع لله سبحانه وتعالى. فلذلك لا تحسب أن الجن يغرقون بالماء، أو تظن أن الماء ما فيه جن، ترى عروش الجن بالبحار سبحان الله، ولا تدخل إلى أي مسبح أو تدخل بحر إلا أنت مسمي بالله سبحانه وتعالى. وأنواع الجن لو بيتكلم عنهن وبتفاصيلهن يبيلهن حلقات عشان نقدر نتكلم عنهن، عشان نقدر نتكلم عن أعمارهم وعن صفاتهم وأشكالهم نتعمق بهن. نرجع لموضوعنا، فيديو الطفل اللي راح أوريكم إياه. أوريكم الفيديو وركزوا زين، تم تصوير هذا الفيديو بالصدفة، شوفوا وش اللي صار.
طبعا لو تلاحظون ان الابو يوم جاي بيرفع الولد يبي يطلعه من المسبح، لاحظوا ان في يد كانت تمسك الولد. ثالثا، الله سبحانه وتعالى خلق بهالدنيا ما لا نعلم، وكل يوم يطلع مخلوق جديد يذهل العلماء، ولكن في حيوان نادر سبحان الله، ويسكن هذا الحيوان غالبا بالجبال. وكما تعلمون ان الحيوانات انواع، في نباتيات وفيه اكلات لحوم، ولكن هذا الحيوان سبحان الله ما يتغذى الا على جثث البشر الطازجة، ويسمى بنابش القبور او بالسعلات او السعلوة. السعلوة سبحان الله اذا اندفن شخص توه ميت، تجي هذه السعلوة وتنبش القبر وتاكل لحم هذا الشخص اللي توه ميت. ولكن أشبه بالمستحيل أنك تشوف هذا المخلوق السعلوة، أشبه بالمستحيل أنك تشوفه بعينك المجردة، لأنه سبحان الله نادر. ولكن الغريب أن تم التقاطه بالسعودية بأحد الجبال. امسكوا قلوبكم وشوفوا شكله. الله أعلم بصحة حقيقة هذه الصورة، ولكن شكل هذا المخلوق سبحان الله مفزع ومخيف، ولكن ما أقدر أقول إن شكله بشع لأنه من خلق خالق. رابع فيديو، وهذا من أغرب الفيديوهات للأمانة اللي شفته من لستة هذه المقاطع. بنت من عمان، أبوه جالس يقرأ قرآن عنده، ولكن البنت أصبح بعيونه ضوء أشبه باللهب. فيديو غريب وما له تفسير، شوفوا المقطع. بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. خامس وآخر فيديو، الشخص كان يمشي بالشارع وشوفوا وشاف. إذا وصلت لهذه الدقيقة أهنيك على قوة قلبك. طبعا رغم الفيديوهات الغريبة ورغم وصفي للجن وأنواعهم، إلا أنك ما شاء الله قدرت تكمل هذا الفيديو. تسلم عيونك على المشاهدة، وإذا وصلت لهذه الدقيقة أثبت لي وجودك بالتعليقات، أثبت لي قوة قلبك بهذا الإيموجي. ولا تنسى أن الحياة مؤقتة، عشها ببساطة واعمل خير قد ما تقدر. بس مع السلامة.